افضل 5 لفات طرح من غير دبابيس وسهلين جدا. اول طريقة معانا زي ما انتم شايفين كده، هبدأ بس ان انا اربط ده كده بده وارجع ده كده ورا بس وخلاص، انا كده عملت الطرحة بتاعي وشكلها شيك وجميل جدا. تاني شكل معانا، بدل ما ربطنا الطرحة لا كده هنروح جايين سايبين دي زي زي ما هي كده، ونبدأ ان احنا نلف دي كده زي شكل وخلاص، وبعدين نرجع دي ورا بس برضو من غير دبابيس ومن غير اي حاجة. الشكل الثالث معانا هو كلهم تقريبا نفس الفكرة يعني، بس بيبقى اشكال مختلفة. دي بعد ما رجعناها لورا كده لا هنروح جايين جايبينها بقى من ورا كده، ويبقوا الاثنين نازلين قدامنا كده برضو من غير دبابيس. رابع شكل معانا، هنلف بقى لفة طويلة يعني، احنا عمالين نلف الطرحة شوية بشوية، هنروح جايين جايبين دي كده ومدخلين دي هنا بحيث ان الاثنين يبقوا قدام بعض زي كأنهم كوفية كده، وبرضو هيبقى شكلها لذيذ جدا وبرضو من غير دبابيس. خامس شكل معانا واللفة الأخيرة، بنطول الاثنين شوية يعني، بدل ما كنت مخلية واحدة قصيرة واحدة طويلة لا خلينا الاثنين طوال، وهنبدأ ان احنا نعمل واحدة كده وواحدة كده بس. دي كده كانت كل اشكال ولفات الطرح اللي معايا النهارده، كلها من غير دبابيس وسهله وبسيطه ومش بتكون خنقاكي كمان على الرقبه، فمن الحاجات اللذيذه جدا واللي بتتعمل بسرعه.